ما حكم الذين يصبغون لحاهم بالسواد وما هو الصبغ المسموح به؟ حكمهم أنهم آثمون وعاصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، جنبوه السواد، وأخبر أن ناسا يأتون في آخر الزمان يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذا وعيد شديد. فالصبغ بالسواد حرام ولا يجوز للمسلم، لكن يصبغ بغير السواد، بالحنة أو بالكتم أو بشيء غير الأسود الخالص، أسود الخالص لا يجوز. نعم.